ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو اليوم، وطلبنا منكم تبعتوا لنا رسائل كتيرة عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو أو كمان عبر بريد الام تي في، تسألونا أسئلة عن مواضيع بتحبوا تعرفوا عنا أكثر. وصلنا سؤال بيقول ليش صحن الديسير لما بناكل الغداء بيكون أصغر من صحن الأكل الكبير؟ هالسؤال مهضوم وأكيد جاي من شخص بحب بطنه بحب يأكل كتير ديسير. أنا رح جاوبكم. السافوار فيف هو بيقلنا إنه لازم لما منحط السفرة تنستقبل الناس إنه نغير صحن بين الأكل المالح يلي منبلش فيه الأنتري أو البلا برينسيبال، وبعدين الديسير يلي بيكون الحلو. فإذا لما نغير هيدا الصحن، صحن الديسير بيكون أصغر. من زمان كانوا الملوك يغيروا 6 مرات الصحون لما بيكونوا عندهم أشخاص على الغداء، بس نحن اليوم صرنا منحط صحن للأنتري وصحن للطبق الأساسي وكمان صحن صغير للديسير. ليش الصحن أصغر؟ لأنه بعد ما نكون أكلنا الطبق الأساسي ما بيعود عبالنا ولا جوعانين تناكل كمية كتير كبيرة من الحلو، فالصحن بيكون أصغر، ما عدا بعض من أصحابنا اللي هن فجعانين وبيأكلوا شوي لأنه بيكونوا ناطرين الديسير تأكلوا منه كتير. فإذا صحتين إذا كنتوا جوعانين وبعد ما تعشيتوا. بس قبل أنا بدي فرجيكم كتاب صغير. بتعرفوا أنه نحنا لازم نكفي نقرأ، وخاصة أصحابنا الصغار بالصيفية تما ينسوا الأحرف يلي تعلموهن كل السنة. باللغة العربية عنا كتب حلوة كتير، مثلا هالكتاب يلي بعلمنا حرف الض، ضفدع رضا. ضفدع رضا قصة مهضومة بتخبرنا قصة هالضفدع الصغير، وبنفس الوقت بتفرجينا بلون الأخضر لأنه الضفدع لونه أخضر كل حرف الضه الموجود بالكلمات المختلفة يلي بالقصة. فإذا هيك نحنا منقدر نتسلى ونكفي نتعلم كلمات جديدة باللغة العربية اللي هي لغتنا، تا أكيد لما نرجع نفوت على المدرسة نضل متذكرين ونضل شاطرين باللغة العربية. فإذا هلأ حلقتنا رح تبلش، ورح نبلش بأشكال حلوة كتير رح نتعلمها مع أسو. بالباتا مودلي منقدر نعمل أشكال حلوة كتير، احفظوا وتطلعوا منيح وبركة بترجعوا بتعملوهم بتصورون تبعتوا لنا إياهم. هاي بهالحلقة رح نتعلم نعمل سمكة ملونة، واسمها السمكة سمكة الشراع لأنه شكلها بيكون عندها مثل الشراع. ناخد اللون الأصفر ومنجمعهم مع بعضهم. نترك مجال لهيدا الشكل اللي مثل الشراع ومنشتغل بالتم وبالذنب. ومنجرب قد ما فينا ننعمها للسمكة مثل كل شي منعمله حتى ياخد الشكل المزبوط. نرجع ناخد شقفتين صغار ونعمل لها الزعانق اللي هن بشكل ايدين للسمكة بيساعدوها حتى تسبح. وده تطلع حلوة اكتر نرجع مندخلها اللون الأزرق. مجرد ما نحط اللون الأزرق ونكبسه دغري بياخد الشكل اللي بدنا إياه. وتاني ميل بنعمل نفس الشي
ومنعمل شقفة صغيرة كمان للدنب. هيك منكون عم نخلط الألوان ونعطي شكل السمكة الحقيقي. هلأ منحط لها العيون مع النقطة الزرقاء بقلبهم. وتنقدر نوقف السمكة وتبين كأنها عم تسبح، رح أعلمكم كمان طريقة جديدة نعمل فيها حشيش تبع البحر، وبتكون هي قاعدة تتوقف عليها السمكة. نستعمل اللون الأخضر أكيد، نجمعهم مع بعضهم ومنبرمهم ومنحط السمكة عليهم، وهيك منكون عملنا السمكة تنحطها بالأكواريوم. بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغنى بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. رنا عبد النور، رومي بستاني، مارك جرمانوس، جو صحيح، وكتير غيرهم قدروا يجوا لهون يلعبوا 1 مينت قد بقى الاف ويربحوا اليوث باكج من بانك ليبانو فرانسيس. اذا عم تشوفوا هلا قدامكم على الشاشه في كل هدول الاسامي قدامي، وتحت في اكثر من 34 صفحه، وكل صفحه في عليها هالقد عدد من الاسامي. يعني تخيلوا كم واحد اجى لهون وربح مع بانك ليبانو فرانسيس، ونحن مكفيين نربح كل شخص بيجي. فاذا فوتوا على التاب تبع بانك ليبانو فرانسيس على فيسبوك، سجلوا اسمكم واكيد رقم التليفون وكل المعلومات المطلوبه، هيك نحن بنرجع بنتواصل معكم وبندعيكم تتجوا لهون. مين معقول يكونوا الامس كلوب ممبرز اللي رح يلعبوا ويتباروا لليوم؟ نتعرف عليهم. لين حسيني، عمرها 11 سنه، بتحب كثير معلمه العربي وما بتحب تتخانق مع اصحابها. اليو خوري، عمره 10 سنين، بحب اسبانيا كثير وما بحب البرازيل. ومثل ما دايما بقلكن، وي ار لاكي تو بي يونغ. ليه؟ لانه نحن بنلعب، نحن بنتسلى، ونحن اكيد بنربح بميني ستوديو مع بانك ليبانو فرانسيس. مين معقول يكون الربحان اليوم؟ لين او اليو؟ رح نتركهم يلعبوا، وبالاخير باخر هيدي اللعبه رح نشوف. يلا لين، ستارت جيم. 10,000. ألف. 25. أوكي. 60,000. 100. صرنا حاطين 700,000 ونحن بس بدنا 60. وحدة تانية. 105. أوكي. 35. وبعد هيك 20 ثانية. السكور تبع لين لهلا هو 1705، بس اكيد بعد الوقت ما خلص يعني ممكن يعلى اكثر. 71. كثير. 61. وخلص وقتك لين. السكور تبعك هو 1605 نقط. اما هلا على يميني هون في اليو يلي محمس كثير وناطر انه يبلش اللعبه، فرح نتركه يلعب ونشوف قد ايه رح يجمع. 20. 100. 30. 51. 111,000. 50,000. 205,000. 81. يعني 50 60 70 80 و 1000. 170,000.
بوس عليهم، اذا غلبطت بيرجعوا لمحلهم. وخلص وقتك اليو. السكور تبع اليو هو 2690 نقطه، ومع هذا السكور مين بيكون ربح لليوم؟ اليو اكيد، انت اللي ربحت. رح نشوف كلنا سوا شو هديته، نقول له مبروك، اكيد من بعدها ميني استوديو بكفي معكم، ما تروحوا لمحل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك! وقت اكبر بدي اصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لابرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. Hi guys! Are you ready for the jump? This is a brand new dance for this summer! Eh oui! كلارا التيف يوم بصير عمرها سنتين، كلنا منقلها هابي بيرثدي. مبروك! كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك! ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون.
تخلص حلقتنا، انا وعدتكم انه رح نجرب نجاوب على كل الاسئله اللي انتم عم تبعتوها وتسالونا اياها عبر فيسبوك بيج وعبر الرسائل كثير اللي عم توصلنا. في حدا سالنا سؤال، ليش الصغار لازم دائما يسمعوا كلمه الكبار وينفذوا كل شيء هن بيقولوا لهم اياه؟ ليه ما فيهم يعملوا على ذوقهم؟ انا رح فسر لهم شيء كثير بسيط. اكيد هن حاضرين بالدساز انيمي وبالقصص وبالكتب انه حتى الحيوانات، يعني مثلا الاسد، أنثى الأسد بتاخد برقبته الأسد الصغير وبتاخده وبترجع بتجيبه عند إخواته إذا راح وصار يمشي لحاله بالغابة. أما مثلاً أنثى السعدين كمان بتجيب صغارة وبتحممهم وبتجبرهم أنه ينطفوا حالهم وبتعلمهم أشياء كتيرة. يعني بالطبيعة هالشي كتير مهم وكتير طبيعي. نفس الشي عند الإنسان، الأم بتهتم بولادها الصغار، لما بيكونوا صغار بتعلمهم شو الصح وشو الغلط لما يكبروا يقدروا يعرفوا شو المنيح لقلهم وشو مصلحتهم. فإذا لما أهلكم بيقولوا لكم إشياء بيكونوا بحبوكم كتير وعم بينصحوكم بالإشياء المنيحة لقلكم، مشان هيك لازم تسمعوا كلمتهم. أوكي؟ إن شاء الله أكون جاوبت على سؤالكم. بس هلأ رح شوف بصندوق بريد ميني ستوديو مين بعت لنا اسمه على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، وين رح نقرأ رسالة مين رح يربح معنا اليوم هدية أكيد تقديمة ميني ستوديو. هالرسالة من طيبة وفايز. طيبة وفايز اخوات بيحضرونا دايما، هن مش عايشين بلبنان بس مش قايلين باي بلد، بيحضرونا وبحبوا كمان الاسئله الكتيره يلي بنحطها على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو دايما بيجاوبونا عليها. نحن فانز اوف ميني ستوديو، وي لاف يو، ثانك يو لكم. طيبة وفايز، اذا كنتوا بلبنان احفظوا رقمنا 03-85-86-87 تتجوا تاخذوا هديتكم، رح نشوفها سوا وبعدين رح نودعكم. حلقتنا لليوم خلصت، بس بكره عنا حلقه جديده وموضوع جديد بميني ستوديو. باي. مبروك، الهديه هي لعبه حلوه كتير تقدمت ابو شبكه. مبروك لكم، الهديه هي ساعه حلوه كتير تقدمت بيير روجيه. Mini studio.